حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت